التقى أمين الدولة بالتعليم والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين بنائب رئيس جامعة بوليتكنيك الدولية بتونس محمد صالح بن جمعة، وذلك بغرض تعزيز التعاون القائم بين تشاد وتونس في مجالات التعليم العالي المختلفة. محمود مسلفي. سعى لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث والابتكار بالبلاد، وذلك في العديد من المجالات خاصة العلمية منها والتكنولوجية. وفي هذا الإطار جاءت مقابلة نائب رئيس جامعة بوليتكنيك الدولية بتونس محمد صالح بن جمعة لأمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين. هذا وقد تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلاد وتونس في جانب التعليم العالي. نحن نفتح المجال أمام كل الجامعات للمجيء والاتصال بالطلاب بصورة مباشرة، وأيضا أيضا قدم نصف منحة 50% لكل طالب يود أن الالتحاق بجامعة البوليتكنيك الدولية يستطيع على نفقاتهم الخاصة. وبالتالي نحن من خلال تواصلنا وعلاقاتنا مع الجامعات كلها نعلم أن مع الظروف الاقتصادية يجب أن نتواصل مع الجامعات. وتأتي هذه المقابلة بعد مشاركة البلاد في الملتقى الأفريقي للتكوين المهني والتعليم العالي الذي شاركت فيه العديد من الدول الأفريقية في شهر أغسطس الماضي من هذا العام. إطار التواصل بين مؤسستنا ووزارة التعليم العالي في جمهورية تشاد، ننظم هو صالون لمدة يومين لتقديم كل فرص التكوين للشباب خريج الجامعات بتشاد، وتقديم كل مجالات التكوين اللي يتوفر عليها المجمع بتاع البوليتكنيك. ومما تجر إليه الإشارة فإن جامعة بوليتكنيك الدولية بتونس قدمت منحتين في مجال الهندسة لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، وتأسست الجامعة في العام 2013، وتوجد بها كليات عدة تضم مختلف الأقسام والتخصصات العلمية والتكنولوجية. أعلن اليوم وزير التربية الوطنية والترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل البداية الرسمية للعام الدراسي 2017-2018. المناسبة جرت بمجمع الشيخ حمدان بحي أم رقيبي بحضور معاوني الوزير بجانب مدراء المدارس المختلفة. إبراهيم محمد موسى. بمناسبة العام الدراسي الجديد 2017-2018 جاءت الانطلاقة الرسمية من مجمع ابن سينا التعليمي، حيث كانت هذه الانطلاقة بحضور وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل برفقة معاونيه في الوزارة، حيث زار عدة فصول في المجمع بدءا بالابتدائية المجمع ثم الإعدادية والثانوية. وقد شجع الوزير التلاميذ والطلاب على التعليم والاجتهاد في التحصيل العلمي، ثم تابع زيارات الوزير والوفد المرافق له إلى كل من ثانوية البنات وثانوية الفنية التجارية. وقف خلال الجولة على عدة فصول ونوه إلى أهمية الدراسة، مشجعا القائمين على العملية التعليمية بالصبر والمثابرة على نجاح العام الدراسي. وأشار إلى أن العملية التعليمية تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع. وفي نهاية الزيارات صرح الوزير عن فحوى هذه الزيارات التفقدية، وذلك بمناسبة العام الدراسي. قمنا بزيارات عشان نشوفوا كيف المدارس بدأت، وجينا نتمنى لهم سنة سعيدة وسنة جيدة ونشجعهم كمان. وهني جينا للمسائل والمدرسين كلنا ندوم توجيهات، بكون السنة دي سنة دراسية بدأت هذا اليوم تكمل إن شاء الله بالسلامة. عشان كده جينا زرنا المدارس ده، شفنا الناس كلها قاعدين مشجعين، وإن شاء الله كدار الأسبوع يكمل الأمور كلها تمشي جيدة الحمد لله. هذا وللإشارة فإن هذه الزيارات تنصب في إطار المساعي الحكومة الرامية إلى تطوير التعليم. بعد الإعلان الرسمي لبداية العام الدراسي 2017-2018 من قبل وزير التربية الوطنية والترقية المواطنة اليوم، فقد تجول فريق من التلفزيون الوطني في بعض المؤسسات التعليمية داخل العاصمة إنجمينة للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب. الزميلة زينب أحمد عبدالله التي رافقت الفريق وافتنا بالتقرير التالي الذي قرأه الزميل عبد الرحمن آدم. الثاني من أكتوبر يعتبر أول يوم لدخول العام الدراسي 2017-2018.
حيث تختلف فيه الاستعدادات من مدرسة لأخرى. لذا فقد تجول فريق من التلفزيون الوطني في بعض من المؤسسات التعليمية في العاصمة نجمينا، وذلك بهدف التعرف على مدى جاهزية بداية العام الدراسي الحالي. ومن الملاحظ أن عملية بدء الدراسة في بعض من المؤسسات العربية منها والفرنسية كانت بشكل بطيء، على الرغم من تواجد التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى جاهزية الوسائل التعليمية المختلفة من مقاعد، صبورات ونظافة الفصول. لكن أنا ما متأكدين كان البروفيسور يجو ده، بس جينا بلدتني وجارين نشوف الأمبلوجي تاونا أكور إذا كان الكور تبدأ جيدا أو لا. ده بس جينا فوق هنا نور نشوف. جينا هنا لإيكول اليوم بداية أنا إيكول، ونشكر البروفيسورات كله بين أورغانيزي، ولسا الكور كلسا كما سماك أنكون ديجور تراجور لي أنا إن شاء الله. حيث أكد لنا مسجل الثانوية التجارية بأن عملية التسجيل مستمرة بناء على الرسوم الرمزية التي تؤخذ من أولياء أمور التلاميذ لتسجيل أبنائهم من أجل مواكبة هذا العام الدراسي. هذا مما دعا بعض المدرسين إلى إجراء الاختبارات لتحديد مستوى الطلاب تمهيدا لبداية العام الدراسي بصورة موفقة. اليوم إن طلاب كل طلاب جو كلهم نشاط وبدينا الحمد لله. خاصه تشوفوا كل بدينا مال ينادو شنو اختبارات ولا ديفوار بقولوا، وده بنادو مش التست كوا كم الايالات الطلاب جو من السيكون مشتت، تعرف قرروا على اساتذه قرروا كل ما سوا داير نشوفوا وين الاليف عندهم نيفو ولوينو ما عندهم نيفو، بعد خلاص نسول رابيل هنا السيكون. ومن هنا نستطيع القول بأنه لم يتبقى للطلاب إلا بمواجهة العام الدراسي بهمة عالية لأجل تحقيق النجاح الباهر، بغية الوصول إلى أهدافهم المنشودة، لأنهم يمثلون جيل الغد المشرق للبلاد.